النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكى من أجلك ضرب من أجلك طرد من أجلك أوذي من أجلك طلقت بناته من أجلك وأنت تستحي من سننه صلى الله عليه وآله وسلم تستحي أن تظهر سنة تخجل أن يقول الناس عنك ماذا تفعل نخجل أن نطلق لحانا أن نقصر ثيابنا أن نمشي كمشيته أن نقول كمقالته أن نحفظ كلامه أن نصفه ونمدحه بين الكفار نخجل من الدعوه كما كان يدعو نخجل من الاذكار بين الناس كما كان يذكر الله بين الناس نخجل من ان ندعو الناس الى اتباع سنته نخجل من سنه محمد صلى الله عليه وسلم الذي كاد ان يقتل مرارا وتكرارا من اجلك عليه الصلاه والسلام من اجلك انت من اجلك انت لما اراد ان يغادر الدنيا بكى فقيل له ما يبكيك يا رسول الله قال وددت لو رايت اخواني كان يتمنى ان يراك لكن وخجلاه ان يراني او يراك ونحن قد القينا بسنته تحت اقدامنا نخجل من فعلها بين الناس ونخجل من مدحها امام الناس نتزين ونتجمل بسنن الكفار ونرى انها اجمل في قلوبنا واكمل في اعيننا من سنن محمد صلى الله عليه واله وسلم. بعض الناس يا اخوان الكرام اذا تكلمنا مثلا في مساله اللحيه قال يا شيخ هذه سنه، لكن لماذا تجد بعض الشباب يحطون على ملابسهم صوره واحد ما ابغى اقول اسمه في بيت الله؟ فلما تقول له ليش صوره فلان هذا ابو شعر وقبعه؟ قال هذا كان رمز الحريه. كان هذا رمز الحريه. بل كان رمز الزنا وشرب الخمر فافتخرتم به فلماذا لا تفتخر بسنة محمد صلى الله عليه وسلم ليه ما تطلق لحيتك عشان إذا حد قال لك وش ذا اللحية تقول هذا رمز الحرية والكرامة رمز محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم